أفنيت عمري وأنفقت مالي على أبنائي، خصوصا بعد أن ماتت أمهم، والآن وبعد أن كبروا وصاروا رجالا يتعجلون وفاتي ليرثوني. لا أدري لما ينجب الفقراء، الفقراء مثل أبي وأمي، لا أدري لما ينجبون، لا أدري لما يتزوجون من الأساس. عشت معهم طفولة بائسة، وزاد الطين بلة أن أنجبوا لي أخوين لتزداد الحياة ضيقا على ضيق. قصتك أخي، ولكني لم أصبر، فلا أخفيك سرا يا سيادة القاضي، قد تركت المدرسة وامتهنت النشل لأدبر مصاريف يومي. أما أنا يا سيدي فكنت الأقرب لأبي وأمي، وليس ذلك محاباة منهما، وإنما لأنني كنت أكثر إخوتي حنانا ورأفة بأبي وأمي، وأشعر بالامتنان لكل مجهود يبذلونه من أجلنا. فما كان مني يا سيادة القاضي إلا أن أبادلهما برا ببر.